سيادتك طول عمرنا ما لناش قيمة من غيرك. وايه اللي انتوا زارعينه في الجنينة ده؟ ده فل وياسمين يا سعادة البير. هعمل ايه انا بالفل والياسمين؟ عاوزين يمتعوا نظر وسم سيادتك. احزرعوا حاجة مفيدة ليها فايدة، ارغم ملوخية، شوية بامية، مش طولي نظر وشم. معاك حق. فعلا يا سعادة البير معاك حق. ولدي العزيز فريد، تحية طيبة. وأرجو أن تكون بخير وبعد. أزف لك هذا النبأ الهام، فقد عادت الحراسة جميع أملاكنا، وأقوم الآن بالتصفية، وسيتم بنا كل شيء خلال هذا الأسبوع، وما أن أحصل على المال حتى آتي إليك في فرنسا ليجمع الله شملنا مرة أخرى بعد طول انتظار. اطمن، الجميع هنا يعتقدون تماما أنك قد مت فعلا، والحمد لله إن هذا السر ظللنا محتفظين به طوال هذه السنوات. أوصيك بنفسك حتى أراك قريبا جدا جدا بإذن الله. والدك الغطريفي. ليك خمس تشويلة سماد يا حاج، روح استلم. شكرا يا سيدي. الصباح لله يا جدعان. صباح الخير. ما تعبرونا يا خال، ده احنا ناس جدعان قوي، غيرش بس الزمن هو اللي ضربنا بومبه. مرة واحد طلع المعاش معرفش ينزل. حلوة حلوة. بلاش بلاش. طب مرة واحد كان غلبان قوي وبعدين بقى غلبان قوي زيادة يعني. بلاش دي بلاش. لقيتها لقيتها زيادة، لقيت الحل. هجيب الشقة بس في عرض جاه النبي، خد ودي معايا. حل ايه؟ اهو كده عبريني. احسن من ساعه انت ما كنت مخصماني وانا ما بنامش الليل. يو حل ايه بقى يا شعبان، ولا بتهزر؟ انا ما بهزرش. انت عارف الراجل القريب الغني قوي ده؟ ماله ده؟ اللي انا زرته ده؟ اه. لحسن الحظ انه موجود في البلد الايام دي. طب وده هيعمل لك ايه؟ لا هيعمل لي كل حاجه، مالكيش دعوه انت بس، انا هصرف معاه. ده بيحبني قوي. ايه؟ عارفه الدليل انه بيحبني؟ قال لي ايه؟ ايه؟ قال لي ازاي والدك؟ ايه ايه؟ شوف الراجل وحلاوته لما يقول لي ازاي والدك. تستنيني في البيت النهارده، هاجي لك ومعايا حل. سلام يا حبة القلب، ما تجيبي قبلي. صباح الخير يا ابو الغطريفي بيه. ده شعبان ابن محمود الغطريفي. قال انت ست ولا ايه يا بيه؟ لا ما نسيتكش. خير؟ خير ان شاء الله. أنا بس كنت يعني عايز حضرتك كده بكلمتين. قول عايز إيه؟ بقول يعني أصل أنا زي ما تقول كده يا بلبيه داخل على مشروع جواز. مبروك. الله يبارك فيك. وكنت بقول يعني يعني كده يعني أصلي أنا كنت يعني زي ما تقول. الله، ما تقول يا ابني وتخلصنا. حاضر يا بيه. تسمح لي أقعد يا بيه؟ أنا زي ما تقول كده عايش شقة. شقة؟ تكونش فاكرني سمسار. لا يا بيه العفو، لا سمح الله. أنا بس بقول يعني إن إحنا قرايب، وأنا من لحمك برضه وأنت كبرني، واليد العليا خير من اليد السفلى، ومن قدم شيء بيداه التقاه. إيه يا ابني أسلوب الشحاتة ده؟ عايز إيه؟ شحات ليه يا بيه لا سمح الله؟ أنا بس كنت بقول يعني عايز من حضرتك 2000 جنيه سلف. إيه؟ سلف؟ ما تتجعسي، ما تتجعسي يا بيه. ما هم أنا عايز 2000 جنيه سلف وهردهم لحضرتك كل شهر 2 جنيه. هكتب لك بيهم كمبيالات، برضه ما حدش ضامن الموت من الحي. عارف يا بيه؟ الشقة اللي أنا هاخدها 3 مطارح، ربنا هيكتب لك في الجنة 3 مطارح بعفشة ميتهم. إيه الولد المعتوه ده يا عبد الجواد؟ يلا يا شعبان فرصة تانية. فرصة إيه يا أبو عبد الجواد؟ يا أبو الغطريفي. طلع الولد ده بره، أنا مش ناقصك، مش عايز وجع دماغ. اخص عليك يا أبو الغطريفي، اخص. طلع الولد ده بره. حاضر حاضر، بس اهدى سيادتك، تعال. هو انا عملت حاجه زعل؟ لا ابدا، بس تعال معايا. يلا يا ابو الغطريف. طب خليهم 3 جنيه كل شهر يا ابو الغطريف. اطلع بره. اطلع بره في ايه؟ هتودي الفلوس دي كلها فين؟ خليهم على قلبك كده. يلا بره بقى. طب يا ابو الغطريف.
شعبان يا شعبان. افندم انتوا بعتولي ايه الحاله اللي عندكم؟ حاله؟ سيادتك يا فندم غلطت، ده العيان فوق في الدور الفوقاني. انا مش دكتور، انا السباك. مين يا زينب؟ هو ده البيه السباك ياما. هو حضرتك سباك؟ ايوه. يعني بيصلح حنفيات وبوابير جاز؟ ايوه. اتفضل. كان لازم تبعتولي بدري شوية. لخير؟ هي الحنفية حامل؟ لا، محتاجة قلب. عندكوا قلب ولا تاخدوا قلبي من عندي؟ قلب؟ لا، احنا ما عندناش قلب. طب من فضلك نشف المية علشان اعرف اشتغل. لا تطمني، ما تتخضيش. انا مش قلتلك اطمني يا هانم؟ هو الحساب كام يا حضرتك؟ جنيه كشف وجنيه تغيير القلب، يبقى الحساب كله 2 جنيه؟ 3 جنيه، علشان في جنيه رسم طلوع سلم. ده كتير يا حضرتك. من فضلك، انا ما احبش حد يفصلني في شغلي ابدا. طب وعشان خاطري؟ عشان خاطرك من غير فلوس. لا، انت هتجب علينا يا اخويا. خد 3 جنيه بتوعك هم. اتفضل. اوعى بقى تمشي، امشي. مع السلامة. 3 جنيه تصليح حنفيه يا عالم. انا عارفه انت ما اشتغلتش سباك ليه يا شعبان. سباك؟ عيب يا زينب، عيب. ده راجل محترم، ده انا اهلي صرفوا عليا دم قلبهم. انا معايا ثانويه عامه، رحت مدارس وجيت من مدارس وابتديت من جدول الضرب وقالب به ته. ده كفايه الاستاتيكا والديناميك ومركز الثقل وتقولي لي ابقى سباك؟ طب خلاص، انت مالك نافش ريشك كده؟ تكونش قابلت قريبك الغني؟ ايوه، طلبت منه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ طب عال، اتفضل بقى، ابويا زمانه جاي دلوقتي. قول لي، وجبت الفلوس الحمد لله؟ انا طلبتهم بس. ايه؟ هيديهم لك امتى؟ مش هديهم لي. امال ايه؟ طردني. طردك؟ امال انت جاي ليه؟ جاي عشان اتحال على ابوكي كمان مره. اتحال على ابويا؟ انت عارف ابويا ما بيحبش الحال المايل، لو سمع الكلام الفاضل اللي انت بتقوله ده هيمنعنا نشوفك خالص. طب اعمل ايه بس انا يا زينب؟ العين بصيره واليد قصيره. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا عالم؟ امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا بالصوره على دماغكم في الاخر. ايه، كان امير ان شاء الله تبقى تشوي في نار جهنم يا غطريفي. كان هيخس عليك حاجه لو كنت اديتني 2000 جنيه هفك نفسي بيهم في شقه. ان شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مره. امير، كان امير. يلا ربنا يسامحك، هنعمل ايه؟ امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا بالبلغة القديمة في الآخرة. أنا بقول لكم أهو. الله، عملت حصر بالممتلكات وحسبت التركة؟ طبعا،
حوالي 6.5 مليون. 6 مليون جنيه. يا ما انت كريم يا رب. هينوب كل واحد مننا كام يا سعد جواد؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي. ايه دنيا؟ المعزه خلصت. صحيحكم مشغول. الله يرحمك يا ابو الغطريفي. صحيتني ليه يا ابو عبد الوهاب؟ كنت سيبني نايم علشان انسى انه مات. يلا يلا انت بقى. بقول ايه يا ابو عبد الوهاب؟ هو المرحوم كان موصيكم ما توزعوش سجاير حفاظا على الصحه العامه؟ المعزه خلصت. طيب هو انتوا مش هتعشوني؟ يلا بقى. يلا امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا على قفاكم في الاخره.